مساء الخير، وهذه عناوين نشرة الليلة. سلسلة الرتب والرواتب، نصف ترحيب نصف تحذير. إطلاق الضباط الموقوفين في قضية الكويخات وغضب البيري مؤجل. تفجيران في دمشق، وأردوغان يصف أحداث سوريا بكربلاء جديدة. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع يزبك وهبي وديما صادق. مساء الخير. المسرحية الرديئة التي مثلتها الحكومة يومي الأربعاء والخميس لم تنتهي فصولها بعد، كأن أشهراً من المماطلة لم تكفي، فافتعلت الحكومة ساعات من التفكير العميق لابتكار طرق من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة وموظفي القطاع العام. وفيما يشبه تمنين أصحاب الحق بالحصول على حقهم، أعلنت الحكومة عن آليات تسمح لها بتأمين قسم من المبلغ المطلوب لتمويل السلسلة، فيما لا تزال تبحث عن مصادر إضافية للتمويل. وبسبب شح تلك المصادر ستدفع الدولة مستحقات موظفيها بالتقسيط على 4 سنوات. فات الحكومة أنها في الجلسة نفسها لدراسة سلسلة الرتب والرواتب رصدت مبالغ هائلة للزفت الانتخابي الذي سيوزع بالتكافل والتضامن على الكتل المشكلة للحكومة بقيمة 575 مليار ليرة لبنانية، أي ما يوازي ثلث كل ما يكلفه إقرار السلسلة. والحكومة نفسها متواطئة على حماية احتكارات تحرمها وتحرم الموظفين والأساتذة من مداخيل عديدة. ويكفي استذكار فضيحتي السكلين والمنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي. لكن هذه الحكومة ومن سبقها تبدو كمن يبلع بحر الاحتكارات ويغص بساقية الموظفين. من جهتها هيئة التنسيق النقابية رحبت بإقرار السلسلة وإن اعتبرتها خطوة غير كافية، وأعلنت عن مؤتمر نقابي موسع في 20 أيلول لاستكمال الضغط من أجل تحقيق كافة المواطنين.